ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. توفيت مواطنة مسنة أمس الثلاثاء إثر انهيار سقف غرفة منزل جيرانها المتواجد بحي الأمل بجامعة شيشاوة. المعطيات المتوفرة تفيد أن الهالكة كانت تعيش بمفردها بإحدى غرف منزل جارتها قبل أن ينهار سقف الغرفة بشكل مفاجئ، حيث نقلت في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابات وكسور خطيرة تعرضت لها. المعطيات ذاتها أكدت أن المصالح الأمنية حلت بمكان الحادث لتفقد الوضع وجمع المعطيات الأولية التي ستفيد في التحقيق، في حين جرى نقل جثمان السيدة إلى مستودع الأموات إلى حين الانتهاء من التحقيق المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.